المشكلة في الفقاهة أنها تحتاج إلى صعوبات بالغة. كثير من الذين في هذا الطريق يفرون من هذا النوع من الفقاهة. هذه هي المشكلة، أن يكون الإنسان جامعا، الخطيب جامعا، العالم جامعا، المنبري جامعا. هذا شيء صعب، لأن الإنسان بطبيعته كسول، أطالع وأدرس وأناقش وأحقق، هذا لا يفكر فيه، يفكر في أنه ينام ويأكل ثم يصلي الصلوات المفروضات ثم قعدة قليلة وثم مطالعة كتاب، لا يحتاج إلى التعب الفكري. أما التعب الفكري الدائم هذا هو الذي يسبب فقاهة الإنسان وتقدمه. وإلا كثيرا ما نلاحظ أن الإنسان العالم أو الخطيب أو المؤلف يكتفي بأن يأخذ كتابا من الكتب التي جمعت جملة من المعلومات ويطالعها ويصعد فوق المنبر ويقولها أو يدرجها في تأليف له، أو كهو إمام جماعة إذا سأله سائل يقوله. وإني أظن أن تأخر المسلمين حدث من هذا التأخر، يعني تأخروا في الفقاهة، تأخروا في فهم الدين وفهم الدنيا، ولذا أناس لا يفهمون الدين والدنيا وأناس يفهمون الدنيا وهم الغربيون والشرقيون يتقدمون عليهم، لأن أقل التقدير هؤلاء نصف الفهم عندهم وهؤلاء ليس عندهم هذا الفهم، لذا أولئك تقدموا على هؤلاء. والدين إنما تقدم يوم تقدم لأنهم كانوا يفهمون الدين والدنيا، الدين والدنيا فهم أكثر، فغلب على الفهم الأقل وهو فهم الدنيا في عالم الأكاسرة والقياصرة المعروفة.